أعلنت حركة أنصار الله أنها انسحبت من محافظة شبوة الجنوبية بعد اتفاق الجيش اليمني والقبائل على تسليم المحافظة إلى الإدارة المحلية شريطة عدم دخول تنظيم القاعدة إليها. في المقابل قال موالون للرئيس هادي أنهم سيطروا على مدينة عتق عاصمة شبوة. منذ بداية العمليات العسكرية وعلى مدى 5 أشهر الماضية، والمنظمات الدولية الحقوقية تحذر من كارثة إنسانية في اليمن جراء الحرب والحصار هناك. الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من حرمان اليمنيين الغذاء، ما قد يؤدي إلى خطر سوء التغذية الذي يعد بوابة للأمراض الخطيرة التي قد لا يوجد لها دواء. وتشير تقديرات منظمة اليونيسيف إلى أن أكثر من نصف مليون طفل يمني دون سن 5 معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الشديد على مدى الأشهر 12 المقبلة إذا ما استمر الوضع في التدهور. ميدانيا، سيطرت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي على محافظة شبوة الجنوبية بعد انسحاب جماعة أنصار الله منها. وقالت مصادر قبلية أن الجيش اليمني اتفق مع قوات القبائل على الانسحاب من عتق عاصمة المحافظة شريطة عدم دخول القاعدة لها. وذكر سكان من شبوة أنهم شاهدوا مركبات عسكرية تنسحب شمالا من عتق صباح يوم السبت، فيما تقدمت القوات الموالية لهادي في المدينة في رتل من الدبابات والمركبات المدرعة. وقد أعلنت القوات العسكرية التابعة للرئيس هادي أنهم بعد انسحاب أنصار الله والجيش اليمني سيطروا على المحافظة 5 في الجنوب. وأفادت مصادر يمنية مقتل 4 نساء جراء غارات استهدفت منطقة حرض في محافظة حجة، إضافة إلى غارات على محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة، إضافة إلى قصف مناطق في مديرية الجراح بالحديدة. إلى ذلك، أعلنت عدد من المواقع الإعلامية اليمنية المؤيدة للجيش اليمني عن استهداف الجيش وحركة أنصار الله منطقة الرمضة في جيزان السعودية ب28 صاروخا، ما أدى إلى إحراق آليتين ودبابة سعودية.